أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: القبة الخضراء في المسجد النبوي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو حكمها؟ هذه عملها بعض السلاطين، عملها بعض السلاطين، والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه دفن في حجرته، وهي مبنية للسكن، لم تبنى على القبر، وإنما كانت مبنية للسكن، سكن فيها هو وعائشة رضي الله عنها، فلما مات دفن فيها حماية له من الغلو، دفن فيها حماية له من الغلو، لأنه لو أبرز قبره لا حصل الغلو فيه وتدافع الناس عليه، فهو دفن فيه حماية له، هذا هو المقصود. ونزع السقف الذي على القبة على الحجرة وجعل قبة، وهذا ما هو بمشورة أهل العلم، وإنما هو من عمل بعض السلاطين. نعم.